بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة في إطار متابعتنا الدائمة لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، امبارح وأول امبارح كان هناك بعض الأمور الغير واضحة بالنسبة للتذاكر الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك القادمة اللي هي يوم الخميس القادم. وفي إطار متابعة القناة لكل هذه الأمور، الحقيقة تواصلنا أو أنا بقالنا يومين الحقيقة بنحاول نتواصل مع أحد المسؤولين في شركة تذكرتي علشان نعرف أو نقدر نجاوب لجمهور النادي الأهلي على كل الأسئلة اللي بتجيلي واللي موجودة على السوشيال ميديا واللي فيها بعض اللبس أو اللي جمهور النادي الأهلي شايف إن فيها بعض اللبس. فطبعاً ممكن أكون أنا عندي إجابة، ولكن لما نجيب مسؤول من الشركة هو اللي يجاوب لنا على كل هذه الأمور، أعتقد إن ده هيكون مهم جدا لجمهور النادي الأهلي، لأنه وكل الأسئلة اللي حضراتكم أنا بقالي يومين بجمع في أسئلة، طبعا أنا خدتهم في إطار 6-7 أسئلة مهمين جدا كل جمهور النادي الأهلي بيسأل فيهم. فأنا هسأل أو جبنا الأستاذ أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي علشان نطمن منه على هذه الأمور ونسأله، نقول له، نوجه له أسئلة جمهور النادي الأهلي وطبعا نسمع منه كل هذه الإجابات. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بيك كابتن إسلام، أهلا بيك وكل مشاهدينك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني طبعا احنا بقالنا يومين الحقيقة منذ أن بدأت شركة تذكرتي في أنها تعلن عن وجود تذاكر على الموقع الرسمي ليها، التذاكر اختفت أولا بعد أو يعني اتباعت أو تم شرائها بعد نص ساعة. الحقيقة هناك بعض الملاحظات من جمهور النادي الأهلي عايز أتكلم فيها مع حضرتك لأنها مهمة جدا جدا، وحضرتك توضح هل هناك لبس في هذه الأمور، أمور معينة بتحصل، إيه اللي بيحصل. حضرتك طبعا هيكون عندك الداتا كاملة اللي تقدر توضح لنا بيها ماذا يحدث في هذه الأمور. تمام يا أستاذ أحمد؟ تحت أمرك، تفضل. طبعا طيب خليني أسأل حضرتك الأول، فتح باب الحجز للتذاكر بيفتح ويقفل بعد نص ساعة، هل بتكون التذاكر خلصت ولا سيستم بيقع ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ لا طبعا هو السيستم مش بيقع ولا حاجة. ماتش الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر ده ماتش كبير جدا. نعم. طبعا التذاكر نزلت حوالي بعد 11 او 12 دقيقه، التذاكر كلها خلصت، 2500 تذكره لكل فريق كانوا خلصوا. نعم. طبعا الجماهيريه بتاعت الناديين كبيره جدا، فالتذاكر اول ما بتنزل بتخلص على طول، هو ده بالظبط يعني سبب ان التذاكر نزلت فتره قليله جدا وخلصت. يعني هل ده طبيعي يا استاذ احمد؟ لانه جمهور النادي الاهلي بيتساءل، هل طبيعي ان التذاكر تخلص بعد 11 او 12 دقيقه ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بحب اتاكد في هذا الامر تحديدا. طبعا طبيعي، طبعا طبيعي، جماهير النادي الاهلي بالملايين، كل اللي مطروح للبيع 2500 تذكره، فالطبيعي ان هم هيخلصوا في وقت قليل جدا، ده طبيعي جدا. طيب خليني برضه اروح لمنطقه اخرى وهي منطقه التضييق. جمهور النادي الاهلي يرى ان شركه تذكر، من وجهه نظر الجمهور طبعا يرى ان شركه تذكرتي بتضيق عليهم في استخراج الفان اي دي في دخول المباريات، بينما بعض الانديه الاخرى ده ما بيحصلش معاه. لا طبعا شركه تذكرتي هي على مسافه واحده من جميع الجماهير. نعم. كل الجماهير بتتعامل بنفس الطريقه، وكل الجماهير يعني او اي مشجع لاي نادي في اي لعبه بيخش يقدم يحط بياناته على موقع تذكرتي وبيستخرج الفان اي دي بمنتهى السهوله. وحضرتك يعني اي حد راح الاستاد عارف ان هو بيدخل بمنتهى النظام والمنتهى الاريحيه، مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص بتحصل. طيب هل لو وجدت مشكلة، هل في مثلا خط ساخن ممكن جمهور الأهلي أو أي من الجمهور عايز يتكلم على هذا الأمر، هل ممكن نلاقي حاجة أو خط نشتكي فيه أو كذا؟ طبعا طبعا 15-3-55 كل الجمهور بيتواصل معنا عليه، وغير كده عن طريق صفحتنا بيبعتوا لنا رسائل، وعن طريق الموقع بتاعنا برضو يقدروا يبعتوا لنا رسائل. بيترد عليهم يا فندم ولا لا؟ طبعا بيترد، طبعا بيترد. هو احنا بيجي لنا يعني عدد كبير جدا من مكالمات ومن رسائل كل يوم، وكله بيتم الرد عليه. طيب يبقى لجمهور النادي الاهلي لو اي حد شايف ان هناك تضييق من وجهه نظرهم في هذا الامر، فبعد اذن حضراتكم تبعتوا على الصفحه الرسميه لشركه تذكرتي او نكلم رقم كام يا استاذ احمد؟
15/3/55. 15/3/55. اي حد حضراتكم طبعا الماتش التذاكر خلصت، ال 2500 دول خلصوا، لكن المباريات القادمه ان شاء الله ده لو حصل في اي حاجه تخص شركه التذكرتي. تاني حاجه، صور المباريات اللي احنا بنشوفها اللي امام حضرتك دلوقتي بتقول انه بعض الانديه الاخرى بيدخل لها جماهير اكتر من النادي الاهلي. طبعا لا، عدد التذاكر واضح جدا، هو منتهى الشفافيه لكل النوادي. نعم. الحاجه اللي ممكن بتفرق شكل الجماهير في المدرج، الطريقه اللي هم قاعدين بيها، الاستاد، كل استاد بيكون مختلف، يعني حجمه مختلف عن استاد اخر، فعشان كده ممكن الصور دي تكون بتطلع يعني بتوصل رساله مختلفه او حاجه، بس هو العدد 2500، وانا باكد مع حضرتك ان العدد هو واحد لكل الانديه، وعلى حسب المسابقه هو الجهه المنظمه للمسابقه هي اللي بتحدد الاعداد، واحنا بنطرحها، مفيش اي نادي بياخد تذاكر اكتر من اي نادي تاني. طيب ممكن تقول لي ايه هي اليه دخول الجمهور للمباريات يا فندم؟ طبعا اليه دخول الجماهير للمباريات هي من اول ما تذكرتي ابتدت باستخدام الفان اي دي والتذكره، ولازم الفان اي دي يكون مربوط بالتذكره او التذكره مربوطه بالفان اي دي، وبيدخل المشجع الاستاد عند انه لازم يكون لابس الفان اي دي بتاعه ومعاه التذكره اللي مربوطه بالفان اي دي ده، وبيدخل على طول. تمام. جماهير الاهلي برضو، معلش يا فندم لانه انا النهارده جايب كل ما يخص، لا بالعكس بالعكس خالص بالعكس خالص، كل ما يخص جماهير النادي الاهلي، او على قد ما قدرت الحقيقه ان انا اجمع اسئله في هذا الامر. السؤال القادم بتقول ان بعض جماهير الاهلي بتقول ان الفان اي دي بيطلع للانديه الثانيه اسرع من جماهير النادي الاهلي. برضو دي يعني كلام مش صح، ان كل المواطنين اللي بيدخلوا على منظومه تذكرتي بيقدموا بياناتهم، حتى اصلا هو بعد ما الموافقه بيجي لهم بيختاروا الفريق المفضل ليهم. احنا كل الطلبات الفان اي دي هو ما بيكونش عارفين، ده مشجع النادي ان هو بيحط النادي بيختار فريقه المفضل بعد ما بيجي له على طول الموافقه على الفان اي دي. معلش ممكن تشرح لنا الجزء ده مره ثانيه، لانه ده جزء يبقى بينفي هذا الامر تماما يا فندم. طبعا هو اي مواطن او اي مشجع لاي نادي بيدخل بيقدم بياناته عن طريق منظومه تذكرتي. تمام. بعد كده على طول بنبعت له رساله فيها رقم الفان اي دي بتاعه وكلمه المرور او الباسورد بتاعته. نعم. بيخش بيعمل تسجيل دخول بيها، بعد كده يختار الفريق المفضل ليه وبيحط بيانات التطعيم، بعد كده يقدر يحجز للفريق المفضل ليه. فهو خطوه استخراج الفان اي دي يعني، او ان يجي له رقم الفان اي دي وكلمه المرور، هي قبل ما يختار النادي بتاعه. فعشان كده باكد لحضرتك ان تذكرتي على مسافه واحده من جميع الجماهير. كويس جدا، عشان كده احنا حاولنا يعني، او حد اجراءاته اسرع من حد ولا اي حاجه، كل الناس بالنسبه لنا واحد. يعني ده كان امر هام جدا، لانه احنا الحقيقه يا فندم حاولنا يعني بقالنا يومين بنحاول ان احنا نتواصل علشان نقدر نوضح لجمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت. يعني الموضوع ده اعتقد ان الكلمه اللي حضرتك بتقولها او الجمله اللي حضرتك قلتها دي، ان انت بتحط الفان اي دي وبعد كده بيجي لك انت عايز تخش مباراه ايه، فده ينفي هذا الامر تماما. خلينا نروح لجزء اخر، هل ممكن سعر التذكره يقل عن 100 جنيه عشان يبقى في شريحه اكبر لعدد الجمهور تقدر تروح، يعني بالنسبه لبعض الجمهور ال 100 جنيه؟ ماشي، النقطه دي مهمه جدا، عشان احنا بيجي لنا كم رسائل كتيره جدا ومكالمات كتيره جدا ليها علاقه باسعار التذاكر. نعم. انا حابب من خلال حضرتك ان اوضح ان تذكرتي مش الجهه اللي بتحدد اسعار تذاكر المسابقات، الجهه المنظمه للمسابقه هي اللي بتحددها، فسواء كاس مصر فالاتحاد المصري لكره القدم هو اللي بيحدد سعر التذكره فيه، كاس الرابطه رابطه الانديه هي اللي بتحدد سعر التذكره فيه، وهكذا على الجهه المنظمه للحدث هي اللي بتحدد الاسعار، مش شركه تذكرتي. يعني حضرتك بيجي لك يقول لك مثلا اتحاد الكره في مثل هذه المباراه الاهلي والزمالك يوم الخميس القادم بيقول لك تذكره مثلا الدرجه الاولى ب 100 جنيه. طبعا مش حضرتك اللي بتحط الرقم يعني. لا طبعا، احنا بنقدم خدمه اللي هي بيع التذاكر للمواطنين او للمشجعين، احنا مش الجهه المنظمه للمباراه، مش احنا اللي بنحدد اسعار التذاكر. مش تذكرتي اللي بتحدد اسعار التذاكر. طب يا فندم معلش، في موضوع الفان اي دي بيطلع للانديه بسرعه او مش بسرعه حضرتك جاوبت عنه، ولكن لو هناك ايضا اي استفسار او اي حاجه بيبعت على نفس الصفحه وبيتصل بنفس الرقم، مظبوط يا فندم؟ طبعا. اللي هو 19 35، لا 15، انا اسف، 15 كام؟ 15 3 55. 15 3 55. تمام.
يعني يا استاذ احمد، انا بشكرك جدا جدا على كل هذه المعلومات اللي حضرتك قلت لنا عليها، ومعلش اعذرني لو احتاجنا حضرتك تاني، لان جمهور النادي الاهلي انا هنتظر الحقيقه من جمهور النادي الاهلي اي اسئله حضراتكم. يعني الحقيقه الاستاذ احمد ابدى تعاون كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين في ان احنا تسهيل كل الامور. طبعا هو هيتكلم عن كل المشجعين وكل حاجه، ولكن لما انا كنت بتكلم مع الاستاذ احمد كنت بتكلم على جمهور الاهلي. فأي حاجة حضراتكم عايزينها لو سمحتوا ابعتوا لنا على كمان الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، لقناة النادي الأهلي، وإحنا نقدر كمان نوصل للأستاذ أحمد كل حاجة. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد على وجودك معانا وعلى كل هذه التوضيحات، وأتمنى إن إحنا لو عزنا حضرتك خلال الأيام القادمة تكون حضرتك معانا مرة تانية. تحت أمرك كابتن إسلام، وطبعا أي جماهير محتاجة أي دعم أو أي مساعدة في أي حاجة ليها علاقة بتذكرتي إحنا تحت أمرهم في أي وقت، وحضرتك طبعا تحت امرك لو في اي استفسارات اخرى طبعا اي وقت حضرتك ممكن تعالى. انا بشكرك جدا استاذ احمد. الاستاذ احمد عباده مدير العمليات بشركه تذكرتي.